مبدئيا هو فكرة دي ممتازة جدا مميزة جدا، ادت فرصة كبيرة لابني من اول ما التحق بالمشروع دوت ان هو يقدر ياخد فرصة كويسة في التدريب ويتعرض لمجموعة من الخبرات ممكن ما يقدرش ان هو يشوفها حتى لو دخل الاندية العادية. يعني احنا خلال فترة المشروع ابني استفاد من تمارين موجودة مع كباتن يعني محترفين جدا في ان هم يقدروا يعلموا ابني مهارات الباسكت، في نفس الوقت ادوهم فرصة ان هم يشوفوا البالفور وسهل لهم فكرة الاشتراك والدخول والاحتكاك بالفرق المختلفة. طبعا دوت بالإضافة لطريقة التنظيم نفسها مثلا بتاعة الدرافتنج أو الوقت اللي عملوا فيه القرعة وتوزيع الفرق وفي نفس الوقت الاحتفالات الختامية، ادت لابني نوع من الخبرة في اللعبة ديت واحتكاك ليها، وان هو يشوف النموذج اللي ممكن يحصل بره في أمريكا ممكن بيحصل ازاي بيشوفه هنا موجود في مصر، فدوت استفاد بيه بشكل جيد جدا. يعني النقطة التانية اللي موجودة في المشروع دوت ان هو مشروع متكامل، يعني دايما لما بيتقال جونيور NBA الناس كلها بتروح لفكرة الباسكت وبس، هو الحقيقة يعني من الفوائد الكبيرة جدا جدا اللي ابني استفادها في المشروع دوت ان هو خلال فترة بسيطة جدا يمكن 4 أو 5 شهور كون كم علاقات اجتماعية بفرق مختلفة، منهم ناس من محافظات برا القاهرة ومنهم ناس من القاهرة، الفرق المختلفة يعني مش بس ان هو متعرف على الفريق بتاعه، الفرق اللي موجودة في الكونفرنس بتاعه سواء كان مثلا في الوست او في الايست كلهم بقوا مجموعة اصحاب من خلال الفعاليات اللي موجودة في المشروع. كمان كان في دعم جميل جدا من الكباتن، سواء الكابتن اللي هو بيمرن ابني او الكابتن اللي ممكن يكون في فرقة تانية منافسة. يعني انا اكتشفت ان ابني متصاحب على كم من الكباتن كبير جدا جدا يقدر ان هو ياخد نوع من انواع الدعم النفسي، انه لما يقف في الملعب ما يحسش ان هو غريب عن الملعب او ان هو الفرقة اللي قدامه بالكابتن بتاعهم ما بس منافسين، بالعكس هو اتصاحب على الزمايله في الفرق التانية وكمان اتصاحب على الكباتن اللي موجودين في فرقة تانية بيمرنوا ضده. بالاضافة للجانب الاجتماعي والجانب الرياضي كان فيه اهتمام باخلاقيات جوه الملعب وبره الملعب، يعني احنا اثناء التمارين او اثناء المباريات الودية اللي هي بتأهل للبطولة الولاد لو حد منه صدر سلوك مخالف في الملعب سواء كان مع زمايله او مع الحكام، احنا ممكن نكون في الرياضات العادية بنحس ان ده عادي يعني مش مشكلة لعيب وتنرفز في الملعب، لا هو بيتوجه جوه الملعب من قبل الماتش واثناء الماتش وما بعده حتى، وفي لائحة بتنظم الجانب دوت في السلوكيات والاخلاقيات بتاعت اللاعب. كمان في جزء جميل جدا جدا هو الاهتمام باللاعب صحيا، يعني احتمالات ان اللاعب لا قدر الله يكون فيها اصابة نلاقي الكابتن بيهتم او حتى فريق العمل كله بيهتم ان اللاعب ده حتى لو كان نزوله في الملعب مهم، لا احنا الاولى صحة اللاعب عن نتيجة الماتش نفسه، ودي برضو نقطة مهمة جدا ازاي ان اللعيب يقدر ان هو يهتم بصحته ويبقى المنظومة نفسها بتهتم بان ما يبقاش في اصابات للعيب او ان هو يعني زي يكون في نوع من التكامل جانب اجتماعي وجانب اخلاقي صحي وفي نفس الوقت الجانب الاساسي للجانب الفني اللي موجود في اللعبة.